لما نشوف هذا التقرير. بعد فشل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في غينيا الاستوائية يناير المقبل، تشهد الساحة الرياضية والشعبية حالة من الجدل حول أداء المنتخب والتراجع الكبير الذي حل بمنتخب مصر الحائز على البطولة 7 مرات. الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب بات رحيله وشيكا بعد الإخفاق في التأهل للنهائيات للمرة الثالثة على التوالي عقب الخسارة أمام تونس. وبحسب مسؤولين باتحاد الكرة ينص عقد غريب الذي تولى المسؤولية خلفا للأمريكي بوب برادلي قبل 12 شهرا على انتهاء العلاقة تلقائيا في حالة عدم التأهل إلى أمم إفريقيا 2015، أما في حالة التأهل فسيستمر حتى نهائيات تصفيات كأس العالم في 2018 في روسيا. غريب وفي أول تعقيب له عقب الخسارة قال إنه سيقبل أي قرار يتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مستقبله، مؤكدا أنه راض عن عمله خلال الفترة الذي تولى فيها مسؤولية تدريب المنتخب التي شهدت تأسيس فريق يمكن أن ينافس على البطولات في المستقبل بحسب قوله. ويطالب النقاد المسؤولين عن الكرة بالبحث عن تطوير المنتخبات الوطنية والعمل على استعادة مكانة الفراعنة في الفترة المقبلة والتي لن تشهد أي منافسات رسمية للمنتخب الأول. فريق آخر طالب اعتماد استراتيجية وخطط لاتحاد الكرة لمدة 5 سنوات واضحة من خلال وضع الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اختيار المدير الفني لكل منتخب. وعلى نفس المنوال طرح البعض مبادرة بضرورة تشكيل لجنة حكماء تختص بوضع تصور لتطوير الكرة وعمل ورقة عمل للكرة المصرية. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنرحب بضيفنا الاستاذ عصام الحسن رئيس تحرير جريده الهدف والناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يعني في البدايه قبل ما نتكلم عن اسباب تراجع مستوى الكره المصريه، عايزين نعرف تقييمك لحال الكره المصريه دلوقتي. غير مستقره زي اي حاجه، نتكلم بصراحه. يعني احنا بنعيش عصر استقرار سياسي نوعا ما، لكن الاستقرار الاقتصادي أو الاستقرار الاجتماعي أو الاستقرار الرياضي مهتز نوعا ما. فالاستقرار لما يعم على المجتمع ككل هتجد أن الاستقرار الرياضي أو الاستقرار القروي هيتحسن إلى بشكل أكبر يعني وأفضل. كمنظوري العام للرياضة وللكرة بصفة خاصة. الاستقرار في الكرة، عدم الاستقرار في الكرة من ناحية ايه بالتحديد؟ يعني المفروض ان حال المنتخب ان في توفير الامكانيات المادية والبشرية وفي امكانيات التدريب، ليه وصلنا لهذا المستوى او هذه الاخفاقات المتكررة؟ خلينا نتكلم بصراحة طبعا عشان المشاهدين يعني يقيمونا بشكل افضل. ان احنا من بعد 2011 او إن 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 الكرة في مصر أو الرياضة في مصر غير مستقر. يعني مثلا هنتكلم بصفة خاصة على 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 الدوري. أنت السنة دي أول دوري يتلعب من مجموعة واحدة، الأول كان مجموعتين. طبعا المنافسة في الشكل العام في المجموعتين أضعف بكتير جدا من المجموعة الواحدة. ثانيا أنت في خلال 3 مواسم اتلغى الدوري موسمين ولم يتم استمراره وانتهائه بشكل أفضل إلا في الموسم الماضي. فعدم وجود ثبات للدوري طبعا فيه اهتزاز في المستوى الفني والبدني والذهني للعيبة، للمدربين، للمنتخبات. فده أمر أنا بكلم على تحليل فني، أنا ما بعفيش إن فيه أخطاء إدارية. خلينا يعني نتكلم على مشكلة الكرة في مصر بصفة خاصة، مستوى فني ومستوى إداري. فأنا بتكلم المستوى الفني مهتز والمستوى الإداري لإدارة الكرة في مصر مهتز أيضا. لما نتكلم بقى على المستوى الإداري، أنا شايف طبعا خلال 3 سنين دولت أداء اتحاد الكرة سيء جدا جدا جدا، وده دليله إن المنتخبات نفسها سواء منتخب الناشئين أو منتخب الشباب أو المنتخب الأول بيخرجوا من التصفيات، وده أمر يعني مؤلم. لأن إحنا عندنا حجم إنفاق زي ما حضرتك بتتكلمي، مثلا إحنا بننفق على الكرة بشكل كبير جدا. يعني أنا مش متصور مش متخيل مثلا إن السنغال بتصرف على الكوره اكتر مننا. فالسنغال توصل لكاس نهائيات كاس الامم وانت ما توصليش. منتخبات يعني قيس الكلام ده
على منتخبات عديده في في في, في القاره بتوصل 2012 و2013 و2015 وانت ما بتوصليش رغم ان انفاق اكبر واضخم عندنا في مصر والاهتمام اكتر، لكن عندنا شق فني احنا بنعاني منه، ما عندناش يعني محترفين مميزين حقيقيين عندنا في الدول المتقدمة كرويا. يعني دي نقطة مهمة جدا على فكرة، احنا ما بنصدرش لعيبة بالقدر الكافي لأوروبا أو للأندية الكبيرة على عكس السنغال أو نيجيريا أو غير، فاحنا بنفتقد أشياء كتيرة جدا إداريا في منهجية الكورة في التخطيط للكورة وإدارة الكورة، ما عندناش شكل احترافي كامل، لكن احنا عندنا اختراف مالي، يعني اللعيبه بتاخد اكبر بكتير جدا من امكانياتها رغم ان احنا متوسط الدخول عندنا قليل جدا مقارنه بالدول المتقدمه. طب ليه دايما يا استاذ عصام بينظر الى المدير الفني للمنتخب لان هو بيتحمل مسؤوليه تراجع الكره المصريه؟ يعني بعد بوب برادلي جه شوقي غريب، دلوقتي كمان في انتقادات موجهه لشوقي غريب، ويعني النظر الى من يتولى هذا المنصب، يعني هي المشكله بس في المدير الفني لمنتخب مصر او لكره القدم ولا المشكله في المنظومه نفسها ككل؟ في المنظومه ككل ما احنا بنتكلم في اخطاء اداريه ونظام فاشل اداري للكوره وفشل فني. فالفشل الاداري انا وضحته، يعني انا وضحت ان ما فيش خطه عامه. حتى نتكلم بصراحه، لما انت تفشل على مستوى منتخب الناشئين ومنتخب الشباب والمنتخب الاول ومجلس اتحاد الكوره لم يقدم استقالته، ده معنى ايه؟ طب انت مستني ايه؟ انت دخلت 3 اختبارات وسقطت، انت فاضل لك اختبار رابع اللي هو المنتخب الاولمبي بتاع حسام البدري. حتى لو انت اكتسته او نجحت فيه، انت ناجح بنسبه 25% لكن ساقط بنسبه 75%، 3 منتخبات خرجوا المحصله صفر. فالواقع العملي بيقول ايه؟ انا فشلت فاقدم استقالتي علشان يجي ناس مميزين اداريا يديروا بشكل افضل، مش تمسك بالكراسي للمصالح الخاصه. خلينا انا بتكلم بصراحه، ما ينفعش تكون انت فاشل ولسه قاعد، ده على المستوى الاداري. على المستوى الفني بقى، انت حضرتك بتتكلم على شوقي غريب وبوب برادلي، الاختيارات غير موفقه ما فيهاش من زعل، يعني حتى يعني مع احترامي الشديد للكابتن شوقي غريب، لا المنتخب اكبر بكتير جدا 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 من الكابتن شوقي غريب، ولو انه هيزعل ولكن هي دي الحقيقه. لعب 6 ماتشات اتغلب في 4 ماتشات، يبقى ده معناه ايه؟ لما اجي انا في الفتره الاخيره او في الفتره اللي هي ممكن انها كانت توصلنا النهائيات، انا عندي ماتش مع السنغال وماتش مع تونس، مش كده؟ نعم. طيب انا عايز افهم ايه استعدوا الماتشين دول ازاي؟ انا ما شفتش معسكر طويل ممكن يكون فيه ماتشات قويه. يعني ايه معسكر من غير ماتشات؟ انا لازم العب، انا هلاعب السنغال وهلاعب تونس في ماتشين مهمين جدا هما اللي هيوصلوني. كان من الافضل ان انا اعمل معسكر، ااجل الدوري شويه واعمل معسكر كبير واجيب فرق احتك بيها من نفس المستوى، لكن انا اجمع اللعيبه ويلعبوا مع بعض وبعدين اخش الماتشين واتغلب الماتشين، ما ده امر متوقع اكيد. وبعدين يلعب ماتش السنغال في ظل جمهور، يعني دوري بتلعب من غير جمهور، اللعيبه واخده بقالها 3 سنين بتلعب من غير جمهور، اروح اخوض بيها ماتش تونس في ظل 30 40 50 الف تحت ضغط نفسي وعصبي، انت في معزله بقالك فتره عن حساسيه الجمهور، فجاه بتلعبيهم في المنتخبات تحت وطئه بقى الضغوط الجماهيريه، فطبعا بيتغلب الجمهور. ده دايما وتتكرر. حاجه ايجابيه مش سلبيه، المفروض ايجابيه لو هي اللعيبه متعوده على الكلام ده، لكن هم 3 سنين بيلعبوا الدوري من غير جمهور. هو في تصريح لحسن شحاته الحقيقه بيقول ان الكره المصريه لن تنهض الا بحضور الجماهير، يعني قد ايه هو ماشي. بيعول على عامل حضور الجماهيري ده اهميه كبيره في النهوض بالكره المصريه، وانه عدم وجود الجماهير هو يعني عامل اساسي لتراجع مستوى الكره. طب هو في تصفيات 2011 في ظل الجمهور واتغلب، هو كان موجود، يعني هو خرج من تصفيات كاس الامم ومن تصفيات كاس العالم وهو كان بيلعب في ظل تشجيع جماهيري. يبقى اذا انا عايز اوصل لحاجه، مش عايزين مبررات، عايزين نعترف بالحقائق عشان نقدر نعالج المرض. طيب
استاذ عصام، كمان رئيس اتحاد الكره كان بيتكلم عن اقتراب رحيل شوقي غريب وان عقده مرتبط بالتاهل لتصفيات الامم الافريقيه. كمان بيقول رئيس اتحاد الكره ان احنا او المنتخب في حاجه لمدرب اجنبي. ليه دايما فكره المدرب الاجنبي مسيطره على يعني سواء المنتخب او حتى الانديه المصريه؟ هل دايما المدرب الاجنبي بيكون افضل رغم ان احنا حققنا كاس الامم الافريقيه في زمن اللي كان فيه كابتن حسن شحاته هو اللي ماسك المنتخب وكابتن الجوهري برضه؟ كابتن الجوهري الشق الاولاني بتاع الكابتن شوقي غريب، وهو هيمشي، هو المفروض يمشي من تلقاء نفسه من غير عقد سواء ممتد او منتهي او هو مرتبط بالنهائيات كاس الامم او مش مرتبط، لكن في المحصله ان النتيجه صفر، فكان المفروض من بدري كان يتم الاستقاله. وانا مش عايز اقول ان كان لازم بعد الماتش الاولاني لما اتغلبنا في السنغال 2-0 واتغلبنا من تونس هنا في مصر في الماتشين الاولانيين، كان لازم يحصل التغيير عشان ننقذ ما يمكن انقاذه. لكن خلينا نقول برضو ان المجامله كملت المشوار بالنهايه اللي احنا شايفينها دي. بالنسبه للشق الثاني بقى، المدرب الاجنبي او المدرب المصري، المفروض ان احنا بنختار الافضل سواء كان محلي او اجنبي. لو انا عندي واحد اجنبي السي في بتاعه قوي جدا ممكن يعمل لي شغل محترم ويعمل لي منتخب مميز ممكن ياخد بطولات، انا ما عنديش مشكله. لو في مدرب وطني مصري قادر يحقق الكلام ده، يكون السيره الذاتيه بتاعته تتناسب مع كيان وتاريخ منتخب مصر، مع اسم مصر، عشان ما يحصلش اللي حصل ده، انا ما عنديش مشكله. بس احنا عندنا في مصر دلوقتي مدربين عندهم السيره الذاتيه القويه اللي تتولى المسؤوليه وتحقق لنا النتائج دي وتحقق لنا صناعه منتخب قوي يرجع 2006 و2008 و2010، هي دي النقطه. ثانيا يعني انت هتجيب مدرب اجنبي او مدرب وطني يمسك المنتخبات في ظل مستوى ضعيف جدا للاداء في البطولات المحليه عندنا النهارده، انا مش شايف دوري قوي او لعيبه مميزه نتيجة مش عدم حضور الجماهير بس، ولكن أداء الأندية نفسه، مجالس إدارات الأندية أنا شايف برضو فيها لخبطة. هتجيبي مدرب أجنبي هيعمل إيه؟ هيختار، ما هيختار من نفس القماشة اللي هي قدامنا دي. القماشة عندنا القماشة شيطة باللغة بقى، لكن القماشة دي لو مع المزيد من التدريب ما هو أكيد هتختلف، المزيد من الاحتكاك أكيد هتختلف، ولا برضو بيبقى في عناصر معينة لازم تتوافر في اللي يتم اختيارهم للمنتخب أو مهارات معينة؟ طيب هقول لك، نفس القماشه ديت كانت مع برادلي. طب ما برادلي حقق مع المنتخب الامريكي طفره، طب ما جه يستخدمها ما لقاش في خطا حصل. خلينا برضو نقر ونعترف ان في خطا حصل في 2006 و2008 و2010، اعتمدنا على مجموعه معينه من اللعيب لما كبرت في السن ومعدلات الاعمار كبرت، كان المفروض تلقائيا يحصل احلال وتجديد بشكل غير محسوس. لكن للأسف الشديد احنا صبرنا واعتمدنا على نفس العناصر ونفس الأوراق لغاية معدل العمر ما ارتفع، لما حصل اعتزالات وحصل إصابات وحصل ابتعاد لمجموعة كبيرة من النجوم، ابتديتي تعتمدي على مجموعة تانية جديدة. حتى في المنتخب دلوقتي مع شوقي غريب مجموعة ما لعبتش قبل كده مع بعض، أسماء جديدة وما فيش نجوم الحقيقة في المنتخب دلوقتي بالظبط، ما فيش أوراق رابحة زي ما حضرتك بتقول، فده أمر برضو بيتحط في الحسبان. لكن مين اللي مسؤول على كده؟ سياسة إدارية من اتحاد الكورة ومن كل المسؤولين عن المنتخب ان هم ما عملوش حساب لليوم ده. عصام، في اعتراف من جانب عزمي مجاهد مدير اعلام باتحاد الكوره بيقول ان ثلاث سنين اللي بعد ثوره 25 يناير هي سبب تدهور، وانه لازم نخطط للمرحله المقبله ان احنا نعمل جيل جديد او نخلق جيل جديد من اللاعبين. دي النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دلوقتي، لكن علشان نبتدي بقى نخلق هذا الجيل هناخد وقت قد ايه؟ وهيضيع مننا بطولات قد ايه؟ يعني تقديرك بقى للعمليه. بص، هو في شقين برضو لازم نتكلم فيهم. لازم المجال نفسه يحصل عمليه تطهير فيه عشان اتحاد الكوره، في اتحاد الكوره وفي الرياضه وفي الكوره. انا شايف ان في مجاملات كبيره جدا جدا جدا، وللاسف الشديد انا هخوض في منطقه ممكن الناس تزعل مني، الاعلام الرياضي في مصر مؤثر جدا بشكل سلبي جدا 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 على اداء الرياضه والكره بصفه خاصه. انت شايفه متحيز لاطراف معينه؟ لا، هو مش متحيز لحاجه، هو متحيز لنفسه. يعني انا شايف بيطرح القضايا بشكل خاطئ جدا جدا. يعني ايه؟ هقول لك حاجه،
لما شوقي غريب فاز على بوتسوانا يعني الناس هللت بشكل كبير جدا، والاعلام صور للشعب المصري ان انت حققت انجاز. انت بوتسوانا ايه تاريخها في الكوره، وايه امكانياتها، وايه حجم انفاقها، وايه محترفيها، وايه يعني خلينا نتكلم يعني ندي لكل حاجه في حجمها الطبيعي. فطبعا لما غلبوا ماتشين بوتسوانا النهارده الناس بتتصور انك انت ممكن تفوزي على السنغال، ممكن تروحي تفوزي على تونس. يعني حتى بعد عزيمه السنغال الناس الاعلام بيصور للناس ان انت ممكن تروحي تفوزي على تونس في تونس، وكانها صدمه بعد ما تخسري كانها صدمه، لان او تتهزمي من السنغال في مصر صدمه. لا، انت ما اديتش اوراق اعتمادك من البدايه علشان تفوز على السنغال او تفوز على تونس او اي فريق قوي. وبعدين انت هتروح حتى لو كنت وصلت كاس الامم احسن توالد، ده شيء بالنسبه لنا سيء جدا. يعني ما ينفعش اسم وتاريخ مصر تروح احسن توالد في ظل الانفاق دوت والاهتمام ده. لا، الاعلام مؤثر بشكل سلبي جدا جدا، لان مفيش ثقافه رياضيه. هل حضرتك شايف كمان ان اتحاد الكره شغل نفسه بالنزاع مع لجنه الانديه وفكره الخناقات والخلافات على بث مباريات الكره، هل ده كمان شغل يعني هذه الاطراف عن دورها الحقيقي في دعم الكره المصريه والمنتخب المصري؟ هو مشغول بالبث ومشغول بالرعايه ومشغول باي حاجه غير الاداء، غير التخطيط، غير الفكر الاداري السليم اللي يعمل نهضه وارتقاء لكوره. مش مهتم، يعني انا ما شفتش انزعاج واجتماع طارئ لاتحاد الكوره بعد الخروج المهين ده. يعني اربع هزايم من ست ماتشات، يعني ما شفتش اجتماع، ما شفتش حد قدم استقالته، يعني حس بالمسؤوليه. حتى مبررات كابتن شوقي غريب غير مقنعه. انا بعمل فرقه، احنا لسه بنعمل فرقه، احنا لسه بنتكلم على التمثيل المشرف وصناعه منتخب، وانتوا كنتوا فين من قبل كده؟ طب دور اللعيبه ايضا في هذه الفتره استاذ عصام، مش اللاعب كمان لازم يكون عليه دور، لازم يكون متحمس، لان بالتاكيد الفكره مش مجرد ان حد هيحط له الخطه وهيتدرب بطريقه معينه، اللاعب كمان لازم يكون ليه دور. اللعيبه في المنتخبات ولا اللعيبه في الانديه؟ هو الانديه دي اللي بتفرخ اللعيبه اللي بيدخلوا المنتخب بعد كده. للاسف الشديد الاهتمام بالمكاسب المالية أكبر بكتير من الأداء الفني. يعني أنا شايف بدليل، أنا أقول لحضرتك إن النهاردة الأهلي بيخرج من بطولة رابطة الأبطال، والزمالك بيخرج من بطولة رابطة الأبطال، والأهلي لسه عنده نهائي الكونفدرالية، وده مش متعودين فيه على أداء النادي الأهلي يعني. فأنا شايف إن المنحنى أو الكيرف بتاع الأداء الكروي على مستوى الأندية على مستوى المنتخبات سيء. طيب استاذ عصام، انت شايف ان برضو من احد عوامل تدهور الكره المصريه غياب المسابقات الرياضيه والبطولات الوديه؟ يعني احنا بعد نكسه 67 توقف النشاط الكروي في مصر تماما لغايه سنه 74 لما رئيس السادات استضاف بطوله الامم الافريقيه وبدات الحياه تدب من جديد في الكره المصريه. ازاي ممكن ان احنا نخطو على هذا النهج؟ يعني يبقى في دايما حراك كروي يعني عندنا حتى لو المستوى متراجع. بص حضرتك، انا مش عايز اعيد لفتره 67 لغايه 74، لان انا معنى كده ان انا لازم اتوقف فتره علشان اعمل ثوره تصحيح للكوره. لا، ما احنا مستمرين وفي استقرار سياسي، يعني ما عندناش حرب وما عندناش ثورات داخليه يعني. ولكن خلينا نقول ان لازم نختار الرجل المناسب في المكان المناسب في اي حاجه، في اي مكان. للاسف الشديد الفرق بين دوله متقدمه ودولة نامية انك انت بتحط الرجل المناسب في المكان المناسب عشان تتطور. احنا عندنا لا اتحاد الكورة مناسب، ولا المدير الفني مناسب، ولا مجالس ادارات الاندية مناسبة. انا بتكلم يعني بصراحة، لازم يكون في اعادة هيكلة للكرة المصرية حتى نصل لثورة الرياضة بصفة عامة والكرة بصفة خاصة. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام الحسن، رئيس تحرير جريدة الهدف، شكرا على وجودك معنا.